تكلمنا عن مران الفريق اليوم، واللي يمكن تم طبعا استئناف المران في تمام الساعة 6 مساء، وأكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في تدريباته واستعداداته زي ما قلنا للموسم الجديد. زي ما قال محمد كده، في مباريتين طبعا وديتين، وزي ما قلنا في بداية الحلقة النهاردة إن هيكون في مباراة يوم 5 إن شاء الله في كرواتيا، ومباراة أخرى يوم 9 في كرواتيا أيضا قبل تحرك الأتوبيس وعودته سالما إن شاء الله لمصر وللقاهرة بالتحديد. كنا بنتكلم عن مؤتمر صحفي، ويعني ممكن يكون في مفاجأة إن شاء الله يوم المؤتمر الصحفي، لسه مش أكيد، ممكن يكون في إعلان عن إحدى الصفقات اللي ممكن النادي الأهلي يضمها خلال المرحلة المقبلة. يمكن الكلام كتير بالنسبة لجمهور النادي الأهلي والتدعيمات الخاصة بالفريق، وخصوصا إن يمكن النادي الأهلي ما تعاقدش غير مع أحمد علاء مدافع الداخلية، بالإضافة لعودة بعض المعارين سواء أحمد الشيخ، مؤمن زكريا، وناصر ماهر. لكن يعني خلينا نقول لكل جمهور النادي الأهلي إن مش هيكون في تعاقدات كتير بالنسبة للفريق خلال الموسم ده، يعني بأقصى تقدير ممكن لاعب او اثنين بالكثير جدا، والنادي الاهلي شغال في الفتره دي في مفاوضات مع هؤلاء اللاعبين على امل ضم احداهما او كلاهما خلال الفتره المقبله. فاكيد عايزين نطمن كل جمهور النادي الاهلي بالنسبه للصفقات، وخصوصا الفريق مليان باللاعبين المميزين جدا واللي على مستوى عالي. طبعا زي ما احنا عارفين دايما النادي الاهلي بيبقى عنده احسن لعيبه واحسن قايمه في مصر كالعاده، فبالتالي اكيد كلنا ان شاء الله مطمنين بشكل كبير جدا على الفريق واستعداداته وعلى تدعيماته كمان للفترة المقبلة، واللي هتكون على حسب رؤية الجهاز الفني بقيادة مستر باتريس كارتيرون. لسه مستمرين مع النادي الأهلي ومع الجهاز الفني، وبتحديد الكابتن محمد يوسف، واللي فرض حظر إعلامي على كل لاعبي النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة وحتى الانتهاء من المباراة الثانية أمام فريق تاون شيب البوتسواني، واللي هتكون يوم 27 في مباراة الذهاب او مباراة الجولة الثالثة بالتحديد في دوري المجموعات من بطولة دوري ابطال افريقيا، هتكون يوم 17 في مدينة برج العرب واستاد برج العرب. مباراة العودة ومباراة الجولة الرابعة ان شاء الله هتكون ايضا امام فريق تاونشيب في بوتسوانا، هتكون يوم 27. كابتن محمد يوسف فرض حظر اعلامي صارم جدا على لاعبي النادي الاهلي لمزيد من التركيز ومزيد من الجدية، وخصوصا ان احنا زي ما قلنا الاستعدادات مهمة جدا والتركيز ضروري جدا بالنسبة للنادي الاهلي، علشان البداية يمكن مش موفقة شوية، ان شاء الله يتم تدارك هذه الامور من خلال المباراتين دول، ويقدر النادي الاهلي ان هو يحصد 6 نقاط هيكونوا مهمين جدا 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 في مشواره في دوري المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا، ومن ثم بقى ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يواصل هذا المشوار الافريقي الهام. واحنا عارفين النادي الاهلي يمكن ما حلفوش التوفيق في الموسم المنقضي، وقدر او للاسف خسر في المباراه النهائيه امام فريق الوداد، تعادلنا في برج العرب 1-1، وخسرنا في مباراه الاياب في المغرب بنتيجه 1-0. لكن ان شاء الله نتمنى ان التوفيق ان شاء الله يحالف لاعبي النادي الاهلي والفريق خلال هذا الموسم، ويقدروا يحصدوا هذا اللقب التاسع الهام جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي.